حقق الهلال السعودي الفوز على أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل ليصبح بطلا لدوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه. عبد الله الوسام قال على تويتر: مبروك للزعيم ومبروك للأمة الهلالية وللكرة السعودية والعربية. أما درة العنزري قالت: مبروك ممثل الوطن، ألف مبروك، أنا ما أشجع حد لكن اليوم الهلال يمثل الوطن. أما مغرد آخر وهو أحمد فقال على تويتر: أخيرا حققها الهلال. لكن إحدى المغردات قالت: أقسم بالله شعور لا يوصف، الحمد لله.